فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ما لم يجمع الإقامة والمسافر له حالا وهنا يحتاج أن ننتبه لهذه القضية المسافر والجمعة المسافر له حالا أن يكون سائرا غير نازل في البلد وما هو الحال الثانية أن يكون مارا في البلد وإيش؟ نازلا فيها أكثر من أربع أيام ما يصبح مسافرا أصلا عند الجمهور فمعنى ذلك أننا سنقارن بين حالين عند الجمهور واحد سائر في طريق السفر غير نازل ببلد ما هو نازل ببلد واحد دخل بلدا يوم الجمعة لكن سيجلس يوم يومين ثلاثة بعض يوم وكان هذا يوم الجمعه المسافر له حالان حال ان يكون سائرا غير نازل ببلد وحال ان يكون نازلا ببلد لكنه لا زال مسافرا لانه لو نوى اكثر من اربع لا يكون مسافرا عند الجمهور طيب الحاله الاولى رجل في طريق السفر سائر لا تلزموا صلاة الجمعة عند جماهير العلماء من السلف والخلف حتى لو كانوا جماعة كبيرة قال ابن قدامة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعا بينهما ولم يصلي جمعة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي احد منهم الجمعه في سفره. وكذلك غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم المغني. قال شيخ الاسلام: الصواب ما عليه سلف الامه وجماهيرها من الائمه الاربعه وغيرهم من ان المسافر لا يصلي جمعه. ثانيا الحاله الثانيه ان يكون نازلا في بلد تقام فيه صلاه الجمعه. قاعد سافر إلى دبي القاهرة بيروت الرباط لندن أي سافر إلى أي بلد يوم الجمعة جمهور العلماء يقولون إذا لم ينوي أن الإقامة أربعة أيام فأكثر فلا يلزموا حضور صلاة الجماعة وبالتالي لا يلزموا حضور صلاة الجمعة وهذا قول جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعه وغيرهم انها لا تجب عليه لو دخل البلد يوم الجمعه لا تجب عليه وهو اختيار اللجنه الدائمه وكذلك في فتاوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله لماذا؟ لان الحديث استثنى المسافر وما دام هذا مسافر ما ما يمكن نوجب عليه الجمعه لان الحديث استثناه فما دام استثناه وعذره فلا سبيل الى الايجاب عليه وسواء دخل بلدا ولا ما دخل بلدا ما دام اسمه مسافر الحديث استثنى هذا دليلهم وذهب بعض السلف كالنخعي والزهري الى انه اذا نزل بلدا ولو كان مسافرا وسمع النداء انه يجب عليه ان ياتي ويلزمه الحضور قالوا لانه داخل في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. قال شيخ الاسلام وكذلك يحتمل ان يقال بوجوب الجمعه على من في المصر من المسافرين وان لم يجب عليهم الاتمام كما لو صلوا خلف من يتم فان عليهم الاتمام تبعا للامام. اذا ابن تيميه حكاه احتمالا قد يحتمل أن يقال كذلك تجب عليهم الجمعة تبعا للمقيمين وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله إذا نودي للصلاة يتناولهم وليس لهم عذر ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبوس وهؤلاء قادرون عليها هذا يقول ابن تيمية على الاحتمال لكن المسافرون لا يعقدون جمعة يعني تنعقد معه لا به لكن إذا عقد أهل مصر صلوا معهم يعني إذا قلنا ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة ولنفرض أنه خرجنا أنهم ثلاثة لأنه في خلاف اثنين ثلاثة أربعون على عدد أصحاب بدر ثلاثمية وكذا يعني أقوال كثيرة لنفرض خرجنا أنه الله قال فاسعوا الواو والجماعة والجمع ثلاثة وقال بعضهم اثنين معنى ذلك لو قلنا ثلاثه لو قلنا لو كان احدهم مسافرا لا تصح الجمعه لكن لو كانوا اربعه واحد مسافر تصح الجمعه لهم جميعا فالجمعه تنعقد معه لا به فلا تنعقد الجمعه بمسافر في العدد يعني ما يكمل العدد لكن لو صلى معهم بعد ما اكتمل العدد تصح للجميع طيب قال لكن اذا عقد اهل مصر صلوا معهم من المعاصرين بالمناسبه اختار وجوب الجمعه عن مسافر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع وان النازل في البلد تلزمه صلاه الجمعه قال الشيخ فيجب على من سمع النداء يوم الجمعه ولو كان مسافرا ان يصلي مع المسلمين الا رجلا يقول انا لا استطيع لانني ساواصل رحلتي وسفري فهذا يعذر لانه يفوت مقصوده لو بقي لصلاه الجمعه. طيب هؤلاء الذين قالوا بالوجوب على المسافر اذا كان في البلد وسمع النداء وما عنده عذر طبعا هم لا يرون السفر في هذه الحاله يعني مجرد السفر عذرا ما عنده شيء، واحد ما عنده شيء جالس في الفندق ما عنده شيء سمع النداء يقول روح صلي الجمعه يقولون له الجمهور قالوا لا المسافر ما عليه لأنه لأنه داخل في الحديث، خلاص نص الحديث عليه، يقول الشوكاني: وأما إيجاب الجمعة على المسافر إذا كان نازلاً في الموضع الذي تقام فيه الجمعة أو يسمع النداء لها فهو تخصيص لقوله في الحديث أو مسافراً بغير مخصص. ليش؟ تقول, تقول إذا كان نازلاً عليه وإذا كان ما هو نازل ما عليه، طيب الحديث قال مسافر وما خصص. وكذلك رجح القول بعدم الوجوب الصنعاني رحمه الله قال وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه طيب أمام هذا الخلاف الجمهور لا يجب والدليل واضح حجتهم فيه طيب الآخرون قالوا بالوجوب ما هو الأحوط أنه إذا ما عنده شغل يروح يصلي ما عنده يعني ما عنده شيء يمنع يروح يصلي غير واحد انا على اوب استداد السفر وستنزل طائره والان في المطار وعلى وشك الاقلاع ولو كنا له يلا روح اطلع صلي الجمعه برا يلا في مسجد في المطار روح صلي الجمعه قال بتفودني الطياره هو مسافر هو مسافر ما هو في البلد المطار هذا في بلد اخر طيب فهذا عليه مشقه في ايش صلاه الجمعه ما يصير تجتمع حلقة تحفيظ درس الجمعة طيب قال ابن قدامة والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل فكلامه أفضل أكمل قال الشيخ عبد العزيز باز أما الجمعة فليس على المسافر جمعة ولا تصح منه يعني لو لو صلاها هو والمسافر والمسافرون معه لا تصح بل عليه أن يصلي ظهرا لكن إذا مر على قرية وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر وفي فتاوى اللجنة الدائمة لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر